ختام صفحيتنا مع فقرة بالانس اللي دايما معودين عليها نروح لمواضيع مع الاختصاصية والباحثة بعلوم الغذاء والتغذية دكتور كارلا حبيب مراد. صباح الخير. صباح الخير شادي. أهلا وسهلا فيك معنا ويلكم باك كمان لحتى مثل العادة نكون عم نطرح موضوع بهمنا ونظهر ونوضح صورة كمان لأن أوقات بيكون في مسكونسبشن بإطار مواضيع معينة. اليوم الكوليسترول يلي فيه الكوليسترول المنيح والكوليسترول العاطل شو لازم نعمل ما نعمل كيف بدنا نعرف عن هذا الموضوع بداية كارلا؟ بداية شادي دايما بيسألوني الناس انه نحنا شو لازم ناكل لحتى نخفض نسبة الكوليسترول بجسمنا، فالسؤال دايما هو هل انا بدي اعتل هم مجموع الكوليسترول، لأن وقت أعمل أنا فحص دم بيطلع عندي توتال كوليسترول أو مجموع الكوليسترول، بيطلع عندي ما يعرف بالكوليسترول الجيد اللي هو HDL والكوليسترول السيء اللي هو LDL. فرح نركز اليوم أنا وياك كيف فينا من خلال الغذاء نزيد من المنيح ونخفض من السيء. لما نحكي عن الكوليسترول المنيح يعني عم نحكي عن HDL مثل ما حضرتك ذكرتي. رح ابدا بالمنيح لانكم عم نحكي بالاشياء الايجابيه بالاول. كيف فينا نزيد من الكوليسترول المنيح؟ رح نشوف سوا انا وياك، حضرت لائحه من الاطعمه بنشوفها سوا لحتى نركز. هلا طبعا اول شيء اللي بدي اقوله رح دائما عيدها هلا شادي انا وياك انه بكل الاحوال شو ما كان وضعنا بدي زيد ال HDL بدي وطي ال LDL لازم اتحرك بالحالتين، وخاصة بالنسبة لل HDL ضروري اعمل رياضة. بنرجع بنحكي عن رياضة بالاخر، بس خلينا نشوف سوا انا وياك. اكيد فور جهوز السلايدز والصور اللي رح نشاركهم، خلينا نبلش بحديثنا لكن وجهزوا. اول شيء الفكرة السائدة انه انا بالاكل في عندي اطعمة فيها كوليسترول جيد، هيدي خطأ. الاطعمة فيها دهون، هالدهون او بتزيد الكوليسترول المنيح اللي انا بجسمي او بتزيد الكوليسترول السيء اللي بجسمي. فما عندي كوليسترول منيح او عاطل بالاكل، او ما عندي دهون اذا بدك منيحه او لا، وهن بيلعبوا دور انه يزيدوا او ينقصوا. صحيح. فباول مرتبه لازم نجزئ، نحن عندنا الدهون النباتيه وعندنا الدهون الحيوانيه. دائما الدهون النباتيه افضل، بس مش اي دهون نباتيه، عندك دهون يلي هي بتجينا من زيت الزيتون وتوابعه، يعني مثل زيت الزيتون في عندك الجوز، في عندك طبعا الزيتون وعندك الدهون يلي هي بنسميها الأوميغا 3 أو دهون الأوميغا 3. لنوضح الصورة أكثر هيك نشارك مع المشاهدين الأطعمة اللي لازم نختارها لحتى نزيد الكوليسترول المنيح الجيد. فحكينا عن زيت الزيتون، رح نرجع نحكي عنه أكثر. هلأ رح نحكي عن الأوميغا 3 اللي أنا وياك حكينا عنها اللي موجود بالسمك يعني الأطعمة البحرية. خليني أقول صحيح. هلأ أنا هون فرجيت صورة السالمون وصورة التونة، هيدول الأصناف هن السمك اللي فيه دهون الأوميغا 3. بس هلا في اشخاص بيقولوا لي طب انا ما باكل هالانواع من السمك، او انا يمكن مش بمقدوري اكل دائما منهم، هل اذا اخذت مثلا تونه معلبه او سردين، لان كمان السردين مفيد، بستفيد؟ نعم، يعني حتى التونه المعلب او السردين المعلب بستفيد منه، بس انتبهوا الزيوت اللي بتكون بالمعلبات مش دائما بتكون منيحه، يعني مش دائما بتكون هالزيوت اللي احنا بدنا اياها، فافضل انه نتخلص من الزيت اللي بالمعلبات. طبعا اذا اخذناه طازه بيكون احسن. انما في عندنا كمان مصدر للدهون الاوميغا 3 بالنبات، مثلا بذور الكتان وكمان الجوز. هلا الجوز كمان بيعطينا زياده زيوت شبيهه بزيت الزيتون، بس بذور الكتان او الفلاكس سيدز والجوز والتشيا سيدز هدول كتير بيعطونا كمان ما يعرف بدهون الاوميغا 3 النباتيه اللي بجسمنا بتتحول لاوميغا 3 مثل اللي موجوده بالسمك او بالتونه او يمكن السلم. بورشنز السمك بتكون بلا اساسي، بينما لما نحكي عن جوز بنكون عم نحكي عن مكون بنضيفه اوقات على السلطه او بناكله لحاله. كيف بدنا نعمل بالانس كارلا لحتى نعرف نختار الكميه المناسبه ان كان من السمك وان كان من
الزيوت النباتيه. اللي عم تحكي كثير منيح شادي، لانه قد ايه لازم اكل من السمك اجمالا اذا اخذت حصتين بالاسبوع، يعني حوالي 200 جرام مرتين. نعم. والجوز او بذور الكتان بشكل يومي حوالي مثلا 30 جرام ما يعادل ربع كوب. رح تكمل بالرأس نروح على الاطعمه يلي بيزيدوا الكوليسترول العاطل او مش منيح. ايه اكلها بس قبل في نقطه بدنا نحكي شوي على زيت الزيتون، حكينا عنه حكينا عنه بسرعه. بنكمل بالليحه. طبعا في عندك الكوليسترول السيء، شو لازم ناكل اذا عندنا نسبه كوليسترول عاليه بالدم، وهون بدي ركز كثير على الاطعمه النباتيه والبروتين النباتي. يعني نعم. مثلا ليش العدس، ليش الشوفان؟ لانه بيحتوى على الياف او فايبرز بتساعدنا نتخلص او بتساعد جسمنا يتخلص اسرع من الكوليسترول السيء. فانا بدي اجرب ولو بشكل يومي مرق من هالاصناف. هلا فيها تكون مش عدس، فيها تكون حمص، فيها تكون فول، فيها تكون فاصوليا. والشوفان بيقدر يكون بقلب الخبز، بيقدر يكون ناكله لحاله مع حليب، او كمان مع اذا عم نعمل كوكيز او اي اشياء ثانيه. بقى طبعا. كل ما زدنا من هالاصناف كل ما اصناف كل ما احسن. رح نكمل كمان بالليحة، وبدي ألفت نظر المشاهدين على كل شيء أصناف فاكهة وخضار. هلا ليش هالأصناف بالتحديد؟ يعني حطيت أنا مثلا قبل قطع البرتقال، الستروبريز أو الفريز، التفاح، أو هون عندك الباذنجان، عندك هيدا بامية كمان، والأفوكا. لأنه هلا الألياف اللي بالباذنجان والبامية كتير مفيدة لتساعدنا كمان نخفف من هالكوليسترول السيء بالدم. والأفوكا مثل زيت الزيتون هن من احسن الزيوت كمان، ما بتاذي، يعني ما بتعلي نسبه الكوليسترول السيء بالدم. هيدا لازم نركز عليه، اي دهون ما رح تاذي. صحيح، وبكميات معتدله. هيدا شغله بدنا نركز عليها، لانه في ناس بتفكر انه الافوكا ما بهذا بناكل كميه كبيره. كمان ميرسي شادي. ليش؟ لانه اذا اكلت كثير دهون حتى ولو جيده بنصح. صح. وقت انصح بيزيد الكوليسترول، فكمان من هيدول بدنا ننتبه. بده يكون في اعتدال. رح نروح للاطعمه يلي بتزيد الكوليسترول السيء بجسمنا، يلي ما لازم ناكلها اون توب الفيتور او المقاله. بتخيل يمكن ما بعرف قديش في عالم رح تنبسط منها. هيدول هلا هيدي طالعه الصوره، ابدا كلا. كل شيء فيه لحوم مصنعه، فيها دهون مشبعه، دهون جامده، هدول ابدا. كل شيء مثلا مرتديل، سوسجز، نقانق، كل هدول الامور شو ما كانت تكون ممنوعه ابدا، منعا باتن. انا ما بحب اقول ممنوع، بس بهدول ممنوع اصلا، مش بس لان فيها دهون، لانه مصنعه، لان فيها مواد حافظه. في كثير عوامل سيئه صح فيها. صح، سيئه من كل النواحي. طبعا كل المقالي والمعجنات المقلية مثلا، هو في عنا كل شيء خاصه مثل الكرواسان او الدونات، هدول المشكلة فيهم انه مغطسين بالدهون ومش مصنوعين من دهون منيحة. يعني انا هون الكرواسان ما في زبدة مظبوطة، لو زبدة مظبوطة نص مصيبة، فيها زبدة مهدرجة او دهون مهدرجة مثل دهون مثلا. يعني هون عم نحكي عن مصيبة كاملة. مثلا رح يستعملوا لك زيت النخيل او زيت جوز الهند المهدرج، يلي هيدا 100% بيرفع نسبة الكوليسترول بالدم. فهيدول ابدا ممنوع. وطبعا ما ننسى كل شيء لحوم، جوانح الدجاج، اي قطع معنا يمكن قبل جوانح الدجاج كمان، هدول ابدا ممنوع ناكلهم. وبالاخر كمان مره برجع بذكر، ما تفكروا انه الدهون النباتيه اللي عملنا منها زبده هي احسن، هي جدا عاطله، وبدنا نفتش على الاطعمه اللي بتكون مصنوعه من هالدهون المهدرجه، هيدي ممنوعه منعا باتا. وبالاخر ختامها مسك شادي، وهو الحركة. تبين انه انا اذا بتحرك لنسبة نص ساعة بالنهار، كيف ما تحركت؟ يعني انا قسمتهم بهيدا السلايد 10 10 10. يعني انا في امشي 10 دقايق من سيارتي لمكان عملي، او من سيارتي او من بيتي لمطرح ما بدي اشتري اغراض. 10 دقايق من هون، 10 دقايق من هون، 10 دقايق من هون، بجمع 30 دقيقة. يعني هذا سبب ليش قطعوا لنا الكهرباء وليه غلوا لنا البنزين، لنصير نمشي على اجرينا ونطلع على الدرج. ناخذ الشق الاجابه من هيدا الموضوع. صح. هلا انا عاده بجرب قد ما في، اذا للطابق الثالث حتى لو في اسانسير اطلع مشي، لانه ما بتعب ومنيح. طبعا. ما بيزعج الركب الى اخره. فالحركه هي اساس، اول شيء بالمرتبه الاولى لزيد الكوليسترول الجيد، وطبعا لخفض الكوليسترول السيء.
يعني من هون أهمية أنه نعمل هيدا البالانس وهيدا التوازن بين الأطعمة يلي بتزيد الكوليسترول المنيح وأكيد نوازن بتناولها، ونقطع الأطعمة يلي بتزيد الكوليسترول العاطل، والحركة هي خليني أقول المفتاح الأساسي بإطار هذا الموضوع. هالأمور. شكرا لك اختصاصي والباحثة بعلوم الغذاء والتغذية دكتور كارلا حبيب مراد، ومنشوفك أكيد الأسبوع المقبل. الله رب. شكرا لك.